في 26 من كل شهر المشهد أمام مراكز البريد يكون هكذا، إنزال قياسي للمتقاعدين والانتظار يكون لساعات لتقاضي مستحقات المعاشات. من 26 المصروف يفض ولا دمار اي باسكو ما كانش نظام، ما كانش جو سي با لا بوست كيما احنا وهربنا من البوني، من البوني لا بوست جديده حكمنا فرودور. باش جيت انا وجارتي لهنا، الناس محرقه ما عندهاش، رانا عايشين في البروفيزوار كي يدير سي تو. احنا الكبار تاع السكر وتاع القلوب وكل تجينا لي موندا للدار، ما نروحوش نكوفريو كيما هاك مبكروا على الصباح، راح الجهد كي كنا صغار. صح، الواقع المرير يفرض عليهم تحمل معاناة الطوابير لأجل بضع دنانير لتسيير حالهم وتسديد مختلف الفواتير. لو ريتريتي راهو يسفري، كوتيزاسيون تاع الخدمة تاع 32 عام ما عنده حتى ريسبي في لابوست. من الحيتاج من هجي، كل اللي عنده يصبح مكفر نص ليل حتى لهنا، ملي يصلي صبح وهو مكفر هنا حتى الثمانية يكون جمع مش محتاج. يوم الشر والعطش والمشاكل تاعهم، لما جاء الشعب هذا هو ضايع في الشعب هذا، جاي من الخير هو ما يلقاش حتى باش يعشي ولاده ولا يوك. ونحن في نهاية العام لا نملك سوى الأحلام بأن يكون سماء الجزائر الجديدة دون غيام، وأن يعيش الجميع فيها في سلام ووئام على الدوام بعيدا عن هكذا آلام.